معكم الدكتورة نور الهدى عجربي، استشارية أمراض الأورام والعلاج الكيميائي في مستشفى المواساة بالخبر. في قسم أمراض الأورام بمستشفى المواساة بالخبر نناظر جميع حالات الأورام الخبيثة بما فيها أورام نسائية على رأسها أورام الثدي، عنق الرحم، المبايض، كذلك القولون والمعدة، أمراض المسالك البولية والبروستات والرئة وغيرها من جميع الأورام. يعتمد قسم أمراض الأورام على عدة وحدات للعناية بالمريض. البداية تكون بالتشخيص، والتشخيص هذا يتم في المختبر الخلايا الهيستوباثولوجي لاب، بعد ما ناخذوا عينة من المريض. الخزعة هذه ناخذوها بالأشعة التداخلية أو بالجراحة. بعد ما نشخصوا الورم الأولي ونوعية الورم، نقوم بتحديد درجة الورم، وهذا يتم بالوحدة الثانية اللي هي وحدة الأشعة. وحدة الأشعة سواء الأشعة المقطعية أو البيت سكان تعطينا تحديد دقيق لدرجة الورم. علاج الأورام يعتمد على العلاج الكيميائي المعروف ينعرفه الناس الكل، لكن كذلك تطورات، فما العلاج الموجه اللي هو يعالج فقط الخلايا السرطانية من غير ما يضر الخلايا السليمة، العلاج المناعي، فما العلاج الهرموني. كل هذه العلاجات متوفرة ونعطيها للمرضى على حسب البروتوكولات اللي هي تعتمد آخر التطورات العلمية وعلى حسب الجايدلاينز العالمية. في قسم أمراض الأورام بمستشفى المواساة بالخبر، مع العلاجات اللي نقدموها نقدموا كذلك ونركزوا على الجانب النفسي للمريض والعائلته، ونحاولوا أن نفهموهم ونساعدوهم باش تكون مرحلة العلاج هذه أسهل ما يمكن بالنسبة لهم الكل. في قسم أمراض الأورام بمستشفى المواساة بالخبر ننتظر فيكم لتقديم أحسن عناية وأحسن علاجات، ونتمنى لكم الصحة والعافية للناس الكل.